وقف القضية ربيع. ما رح وقفها. عم اقول لك وقفها، عدنان بيك ساعدني كل حياتي. يعني برأيك إذا وقفت القضية أنت رح تضلي عم تشتغلي؟ شو قصدك؟ نور رح تسكر المحل ورح تقلعك منه، فخلينا نستفيد. بعدين يا ستي اعتبريها هدية من رب العالمين تعويض عن أيام الفقر اللي عشتيها واللي عشناها معك. بعديلي خليني اتفرج على التلفزيون بعديلي. لك شو أعمل يا ربي؟ نصار وكريم حجز على بقية أملاك بابا؟ يعني أنا خسرت كل شيء؟ ما جيت؟ دادة فتحية؟ يعني أنا شو بده يصير فيني؟ يعني أنا وين بروح؟ لك قلولي يا الله. ماجد كرمال الله لازم نلاقي حل. والله أنا كتير خايفة على نور، إذا بيصير لها شيء أنا بروح فيها. تفضل شوف المخطط استاذ. ضب المخطط باشمهندس. ليش استاذ كريم؟ مزاجي مانو رايق. استاذ هذا توقيف المشروع بكلفنا اموال كثير. هذا انا ما قلت لك بدي اوقف المشروع، انا بدي اجله. ليه امتى استاذ كريم؟ يعني كم يوم والله ما بعرف. المال مالك والشغل شغلك، مثل ما بدك. كأنك مزعوج باشمهندس. أكيد انزعجت، لأنه هيك مشروع ترى يعني توقيفه حيخسرنا كثير أموال. ليش حضرة جنابك جهزت المشروع؟ أستاذ جاهز المشروع، جاهز. طيب ماشي، تعال عندي بعد يومين ثلاثة وجهز لي الميزانية كاملة مشان ناقشها معك. حاضر أستاذ كريم. ضب أغراضك والله معك. شكرا. شبك ليندا؟ ماني مرتاحة أبداً لهي العملية اللي بدنا نعملها. ليش مانك مرتاحة؟ شو ليش؟ ربيع ومعلمه كريم مثل العادة هن بياخذوا البيضة ونحن بناخذ ريحتها وبيسرقونا مثل كل مرة ونحن ساكتين. لا حبيبتي، هالمرة ربيع وعدني يعطينا أكثر من كل عملية. للعادة ما بيعطينا إلا الفتافيت. ليندا مجبورين نتحمل وأنت بتعرفي السبب. لا مو مجبورين نتحمل، إذا تعاوننا أنا وأنت ما بنخليه يستغلنا وما بنخليه يفرض علينا شيء لحنا ما بدنا نعمله أصلا. شو قصدك ليندا؟ خلينا نتركه لربيع. أنت بدك تخربي بيتنا عن جد. حياتنا كلها انخربت من وقت ما فات عليا وورطنا بجرائم وقرفه اللي ما بتخلص. يا ليندا إذا عملنا اللي أنت عم تقولي عليه ربيع بيعرف كل شيء عننا وراح يحكي ونروح فيه أحكام. الله، وشغلنا معه ما له نفس النتيجة؟ ولا أنت مفكرة إنه كل هالعملات اللي عملناها راحت هيك بح؟ لك والله بعرف، بس يا الله قد ما طول مشوارنا آخرتنا على السجن. خلينا ننفذ بريشنا يا ليا، خلينا ننفذ بريشنا ونهرب.
لا 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 لا، أنا ما بستشق أتحدى ربيع وأتركه، بعدين حبيبتي أنا بحبه وناوي أتزوج أنا وياه. طب لا تتركيه، تعي أنا وأنتي نشتغل لحالنا واللي منطلعهم منضبهم ونسافر برا البلد بس نجمع مصاري. ما منقدر نهرب منه، ما منقدر نروح. منقدر ليه؟ كيف؟ منخطط العمليات مثل ما علمونا، وهي كل شيء بطلعه أنا وأنتي بيضلق لنا، ومسافر برا البلد ومنتركهم هن هون يتورطوا بالعمايل اللي عملوها لحالهم. شو قلتي؟ تركيني فكر ليندا. فكري. لا تطولي لأنه أنا أخذته لقراري. هلأ أنا شو المطلوب مني سيد سهيل؟ بدي إياك تساعدني بشغل أستاذ جهاد. بدي أعرف إذا أخي فاتح حساب بشي بنك وقديش كمية الأموال اللي حاططها. والله هي صعبة جدا. أوف، ليش صعبة؟ لأنه هيك معلومات هي سرية خاصة بأي بنك، وهي خاصة بالعملاء، ممكن البنك يعطيك إياها. هلأ أحسن حل إنك تشوف لك شي حدا موظف بشي بنك ممكن يقدم لنا حل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالأول ما بدي أعرف بأنه بنك أخي حاطط مصاري لحتى فوت وأسأل الموظف اللي فيه. والله شغلة صعبة ما بتقول أنت. على كل حال أنا لحاول أتصرف، وشو بيصير معي لحطك بالصورة أول بأول. فورا بتخبرني شو بيصير معك حتى اخذ اجراءاتي. حاضر. يلا بالاذن استاذ جهاد. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. تشرفت. والله ما عم بستوعب. ممكن تسمعني شو قلت مره ثانيه؟ السيد عدنان طلب مني انه اذا احتاجت بنت نور شويه مصاري اجي اطلب منك. مصاري شو اللي بدي أعطيك إياها؟ عفواً منك، أنا أول مرة بشوفك بحياتي. السيد عدنان قال لي قبل ما يسافر إنه هو تارك عند حضرتك مبلغ كبير. الشي اللي بيني وبين عدنان بيك بضل بيني وبينه. بعتذر منك، هذا الموضوع كتير شخصي وكتير خاص. يعني بفهم منك انه هو ما ترك معك مصاري؟ لا حول ولا قوة الا بالله. من الاخر انت شو بدك؟ هلا ما بدي شيء. بس يمكن بعد فترة الانسنور تحتاج مصاري. وقتها رح اجي واطلب منك. شوف، عدنان بيك له معزة كبيرة. وبنته إذا احتاجت مصاري على راسي من فوق. بس أي مبلغ بتاخده عفواً منك يعني بدك تكتب لي وصل أمانة مشان بس يرجع عدنان بيك أقدر أحطه بالصورة. طيب موافق. عن إذنك. بأمان الله، إن شاء الله بيرجع لنا عدنان بيك بالسلامة. يا رب يا رب إن شاء الله. سلم على أنسة نور. يوصل.